تكرار مسلسل الاغتيالات للكفاءات العراقية والقاتل مجهول، هذا ما حدث أخيرا للمحامي غزوان الجنابي الذي قتل من ناحية المسير مع امرأتين بعد كسبه قضيته والإفراج عن المتهم. من أجل ذلك عقدت نقابة المحامين مؤتمرا صحفيا استنكارا للحادث الإرهابي. الوقفات الاستنكارية هي ليست مثل ما تعتقد أنه هي مجرد وقفات تمر مرور الكرام، الوقفات هي رسائل نوجهها إلى الحكومات وخصوصا للحكومة الحالية بأن تضع حد. علينا أن نتكلم وعلينا أن نطالبها لكي لا تعتقد الحكومة بأن الشعب غافل عن حقوقه. مطالبة الجهات الحكومية بالكشف عن الجنات المجرمين أصبح مطلبا روتينيا بعد كل حادث اغتيال، في وقت يرى فيه الكثيرون أن ذلك غير كاف كون بعض تلك الجرائم تقف خلفها جهات وشخصيات ربما سياسية، مطالبين السلطة القضائية العمل بجدية لإظهار الحقائق. واليوم استهداف للمحامين وقبلها للأطباء والعلماء، أنا أعتقد هناك عملية ممنهجة لابد